وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز في روسيا. حسين أهلا ومرحبا بك، وبعد التحية، يعني مع إغلاق شركة غازبروم الروسية خط أنابيب نورد ستريم 1 مجددا لأعمال الصيانة وتخلف روسيا عن الموعد النهائي لوقف تدفقات الغاز إلى أوروبا، كيف ترى مدى انعكاس ذلك على الدول الأوروبية؟ نعم دارين، تحياتي في البداية. هنا خبراء الاقتصاد تحديدا وأيضا مراقبين العملية العسكرية والأزمة الراهنة بين روسيا والغرب بشكل عام، الجميع اعتبر على أن خطوة شركة غازبروم يوم أمس هي ردا روسيا على قرار مجموعة السبع بوضع سعر للنفط الروسي، لكن الخبراء والمراقبين يعتبروا على أن القيادة الروسية بقرار غازبروم يوم أمس أبقت الباب مفتوحا أمام الدول الأوروبية، وذلك بعد إعلان غازبروم عن توقيف تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية لأجل غير مسمى. أي حسب الخبراء فإن عدم وضع توقيت من قبل غازبروم أو عدم الإشارة أو تأكيد في بيان عن أن توقيف الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل دائم هو إبقاء الباب مفتوحا أمام الدول الأوروبية لعودة هذه الدول والتفاوض مع روسيا من أجل استئناف العمل في خط نورد ستريم 2. دارين روسيا تضغط على الدول الأوروبية وتقول أن الحل الوحيد أمام الدول الأوروبية لاستيراد الغاز الروسي كما كانت تصدره موسكو قبل بدء العملية العسكرية هو خيارين: الخيار الأول رفع العقوبات التي فرضت على روسيا وتحديدا العقوبات الأوروبية، وأيضا عودة الدول الأوروبية إلى العمل بخط نورد ستريم 2. إذن تقصد حسين أن روسيا الآن تستعمل تدفقات الغاز إلى أوروبا كورقة ضغط على الجانب الأوروبي للرجوع عن العقوبات المفروضة على روسيا؟ نعم دارين، بالتأكيد هذا ما يشير إليه عدد كبير من الخبراء والمراقبين، بالرغم من أن بيان غازبروم اعتبر أن مسألة وقف تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية يتعلق بمشاكل تقنية وصيانة أصابت خط نورد ستريم 1، لكن الخبراء والمراقبين، وأنا هنا أنقل ما يتحدث عنه الخبراء والمراقبين، عن أن روسيا بدأت بالفعل تنفذ ما كانت تهدد به قبل أشهر الدول الأوروبية، ولسان المسؤولين الروس خلال الأشهر الماضية الجميع كان يعول على بداية فصل الشتاء وما يحمله هذا الفصل من تداعيات وانعكاسات على الدول الأوروبية، ولا سيما بعد خفض روسيا الغاز عن هذه الدول، الأمر الذي دفع المستشار الألماني اليوم إلى الحديث عن مسألة وضرورية استكمال الحوار مع روسيا ومع الرئيس بوتين. أيضا الرئيس ماكرون خلال الاتصال الهاتفي الأخير الذي جمعه مع الرئيس بوتين الجميع يؤكد ضرورة مواصلة الحوار مع روسيا، وبالأمر وبالمقابل روسيا تؤكد أيضا أنها لا تريد أي مواجهة مع الدول الأوروبية، وأن رد روسيا على العقوبات لم يبدأ، وفي حال بدأ التأثير سيكون مؤلم جدا على الدول الأوروبية. روسيا لا زالت لغاية الآن فاتحة الباب أمام الدول الأوروبية وتدعي هذه الدول إلى العودة إلى الحوار والمفاوضات. نعم، شكرا لك الزميل حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز من موسكو على هذا الإيضاح.